منتجاتنا منتجات التجميل كوزماتيكس عبارة عن منتجات اللبس أو الشفايف. إحنا مشهورين قوي بقى في لونا بعنايتنا بالشفايف، من أول زبدة الكاكاو، ودي لازم أحكي لك الحكاية دي لأنها حكاية جميلة جدا. والدي حقيقي دكتور جورج، هو اللي كان ورا فكرة زبدة الكاكاو، وهو أول من صنع زبدة الكاكاو في مصر بالجودة دي وبالجمال ده. من أول زبدة الكاكاو لغاية الروش وكل ما هو بيتحط على الشفايف من عناية، من حاجات ملمعة، من حاجات بتعمل كأنها بلامتينج، بتكبر سن الشفايف عشان تعمل ترند في العالم دلوقتي. بالظبط، ترند عظيم. من أقلام بتحدد أو أقلام روش. وأسعار الحاجات دي ده ننافس بيها بره؟ طبعاً يعني بتنافسي بره؟ أكيد. ده تركي يقدر ينافسنا؟ أنا دايماً بقى بقول حاجة، هو المنتج مش سعر بس، هو المنتج سعر وجودة طبعاً، لأن أنت بس هي معادلة سعر وجودة. سعر عشان كده بقول سعر وجودة. لازم يكون الاثنين. بلونا دايما سعر وجودة. احنا كمان بنصنع المانيكير او النيل بولش، بعدد الوان مش طبيعي ومالوش نهايه. ده حتى بناتي الصغيرين، عندي بنتين 7 سنين و9 سنين، بيدخلوا معانا جلوريا وجريس، بيدخلوا يقعدوا يلونوا يشتغلوا معانا في الالوان. عايز احكي على الاسماء، اسمهم حلو قوي. اسمائهم بتدل على حاجه حلوه. جلوري او جلوري هي عظمه، وجريس هي نعمه، وصراحه هم العظمه والنعمه اللي ربنا اداهاني في حياتي. ربنا يحفظهم لك، خليهم لك بجد فرحك بيهم. اتفضلي. النيل بولش احنا بنبتدي دايما من اول العنايه بالاظافر او النيل سبا، اللي هو ازاي اخلي ضوافري في صحه جيده عشان بعد كده لما اجملها واحليها تبقى خلاص ده اخر لوك. لكن الستات المصريه، الست اللي بتطبخ واللي بتغسل والكلام ده كله، بتبقى محتاجه هي كمان انها تخلي ضوافرها دي بتاخد كالسيوم، بتاخد كيراتين كريم، بتغذي الكيوتيكلز حوالين اظافرها. فكل الكلام ده احنا بنقدمه لها في المجموعه بتاعت العنايه بالاظافر. بعد كده بندخل وراها على انواع المانيكير حسب بقى هي عايزه ايه. عايزه اللي بيتحط بسرعه وينشف بسرعه، عايزه اللي هو بنسميه بريذبل، اللي هو بيساعد انه الاظافر تتنفس. وده اكشلي ده بيكون جاي بسيرتيفيكيشنز من بره للمواد اللي بنستعملها، انك حتى لو حطيت المانيكير ده على الفلتر بتاع القهوه ورميت نقطه عليه هيعدي الميه، وده معناه ان هو في نفاذيه. وده مهم جدا للضوافر بالذات اللي الناس تبقى عايزه تبقى هيلثي وتبقى بتتنفس والميه تقدر تعدي فيها. ده يعني ممكن تتحط ونتوضى عادي ونصلي عادي؟ حسب كل واحد بقى عايز يستخدمه بالاستخدام ايه. انا اعرف ان في رمضان في سيدات كتير جدا بيشيلوا الكلام. فعلا عنده البريدابيليتي بتاعته وعنده درجه نفاذيه للميه. طبعا من الحاجات التانية اللي احنا بنعملها برضو طبعا منتجات بتاعة الوش، من الفاونديشنز، من الكونسيلرز. احنا بنمتاز بالبرودكتس اللي هي البرو فاميلي دي، هو عبارة عن ميك اب بيس او بتحطه تحت الميك اب عشان يخلي الميك اب يعيش اكتر. وممكن كمان تحطه من غير حاجه، لانه مثلا البرو تاتش بتاعنا ده يعمل كانك بالظبط كده الفلتر اللي انتوا بتحطوه على الكاميرا. هو بيعمل فلتر على الوش وهو ترانسبيرنت، فبيخلي كل التجاعيد الصغيره. مش محتاجين فلاتر الموبايلات والكلام من ده؟ لا خالص، البرو تاتش ده بيشتغل الشغلانه بتاعتك. الفلتر بس لازم فلتر. لا ده حقيقي. في زيه البرو لايت اللي هو بيدي لمع سنه او دايس، في ستات بتحب بالليل تبقى عندها وهج كده وبريزنت، ده برضو. في الميك اب فيكسر اللي هو بتحطه عشان قبل الميك اب وبعد الميك اب عشان يثبت الميك اب. فقصدي احنا بنعمل حاجات حقيقي. زي المنتج اللي بيعمل الوهج ده برو لايت. خلينا بقى ننقل على مستحضرات تجميل الكريمات والحاجات دي. عندكم كوليكشن هايل، وانا مبسوط على فكره بالمنتج ده. لايك مام لايك مي. طبعا كل طفله صغيره عايزه تبقى بالملي زي مامتها، وبتعمل عشان كده بتقعد جنبها تقعد تبص عليها. انا مبسوط ان انت هتعملي لنا منتج لاولادنا. ما فيش بنت او بنوته صغيره بتدخل اي مكان غير لما عايزه تاخد ميك اب. للاسف بيعملوا منتجات شديده السوق وبيجيبوا لنا منتجات من بره تضر اولادنا، فلما لونا بخبرتها تعمل منتج زي ده نبقى مطمنين، صح ولا لا؟ ده اكيد اكيد، لانه انا على فكره كل المنتجات اللي احنا بنعملها
لازم انا اكون مطمنه ان انا اقدر استعملها ليا ولعيالي. انا عايز احكي لك حاجه، مثلا في منتجات العنايه بالشمس، انا عيالي لما اتولدوا، طبعا احنا في بلد كلها شمس، انا كنت بستعمل البيبي سان سكرين او بيبي سان بلوك على الاطفال، اطفالي من اول 3 شهور خلاص انا عارفه احنا بنحط ايه، فانا واثقه جدا انه this is the purest and the best فورمولا اللي ممكن استعملها عشان احميهم من الشمس، واحنا حتى بنتحرك في عربيه او رايحين على البحر او حاجه وحتى تحت الشمسيه، لان انت لازم تعمل وقايه طبعا حتى لو انت تحت شمسيه. طبعا احنا بالبادي كاتيجوري بتاعتنا بنقدم حلول لكل كل الاحتياجات، يعني بنبتدي من اول الشاور جل بتاعنا، وعلى فكره الشاور جلز بتاعتنا فيهم ميزه فيري سبيشال، ان احنا بنحط مويسترايزرز او المكونات اللي بتنعم البشره، مش بس انك انت بتستعملها كانها صابون شاور جل، يعني بس ان في كريم على الجسم ديفينتلي، لان انت محتاج ترطب البشره بالذات في البيئه بتاعتنا اللي هي فيها حر وفيها بالليل بيبقى برد ساعات جامد وفيها دراينس عالي، بالتالي حقيقي مستحضراتنا كلها دايما بتمتاز. لا عندنا بالشيا باتر، بالروز اند ميلك، تويست بيري، كوتن فلاورز، وده من اكتر، خليني بقى خليك معرفش ما حدش هيعرف يشم، بس انت هتقول لنا انت رايك فيها ايه. العطور دي منين بقى؟ العطور دي احنا بنجيبها من بره، لكن احنا كمان بنعمل حاجه بنشتغل عليها بحيث ان احنا بنطورها عشان نقدر نحط جزء يبقى كمان لوكال موجود من مصر، لان احنا عندنا شركه في، يعني في بعض عطور بتبقى من بره، في بعض العطور بتبقى من الشركه الشقيقه بتاعتنا اللي هي بتصنع اوريدي عطور عشان نقدر نحطها في المنتجات بتاعتنا.